تشكل إضافة كبيرة لحياتي، فهي تنقلني دائما من حالة لحالة لأفضل، يعني للأفضل. والله الموسيقى بالنسبة لي في الحياة أعتقد أن الموسيقى طاقة إيجابية، بالنسبة لي إضافة جدا مميزة، تطلعني من مود سلبي إلى مود عالي، يعني تكون سبب رئيسي في تغيير مودي. الموسيقى تشكل في حياتنا اليومية الراحة النفسية والهدوء والسكينة وراحة البال. لا تشكل لي أي إضافة، لا تشكل لي أي إضافة الموسيقى. الموسيقى لا تضيف في حياتي أي شيء. الإضافة اللي تشكلها الموسيقى في حياتي إن هي بتعزز لي المود اللي أنا فيه، يعني فرحة يصير تحط أغاني كده تخليك تفرفش زيادة، وإذا مكتئب تزيدك، يعني على حسب مودك تكون. والله جميلة لكن ما أعتقد أنها لها إضافة كبيرة في حياتي الموسيقى بشكل عام. الموسيقى تضيف في حياتي الهدوء، ويعني كذا تعطيني حتى لو كان وقتي مليء بالأشغال حتعطيني إحساس بوقت فراغ. الإضافة اللي تشكلها الموسيقى في حياتي الهدوء، ويعني الواحد لما يكون كده مشوش ويسمع ممكن موسيقى هادية وموسيقى يعني بيرتاح عليها خلاص بيحس بريلاكس.